سؤال أيضا يقول: شخص كلف بعمل وهو تدريس دروس في العقيدة والفقه تعلمها من الأشرطة والكتب ولم يدرسها على يد معلم، وهو يدري أو أنه غير كفء لذلك لقلة علمه ودينه، ولا يوجد من يحل محله، فهل من الورع أن يترك الأمر أم أنه آثم في عدم التدريس؟ لا يجوز له أن يدرس ما دام أنه لم يتعلم على أيدي مدرسين أكفياء، مجرد كونه يستمع إلى أشرطة أو يقرأ في كتب هذا لا يسوغ له أن يقوم بالتدريس، لأن هذا الذي يعتمد على الأشرطة أو يعتمد على مجرد قراءة الكتب قد يقع في أخطاء عظيمة وفي فهم خاطئ ثم يدرسه للناس وينشره في الناس. تدريس لا يكون إلا بعد التأهل بالعلم والتأصيل على أيدي العلماء، هذا فيه خطورة عظيمة، كون التدريس يتولى أو الإرشاد أو الدعوة إلى الله أو الخطابة يتولاها أناس لم يتعلموا شيئا من العلم، وإنما يعتمدون على الأشرطة أو على مطالعة الكتب فقط، فهؤلاء غير مؤهلين، ويخشى أن ينشروا في الناس أخطاء عظيمة وأفهاما خاطئة ولو كانوا لم يقصدوها، إنما قصدهم الخير، ولكن مجرد القصد ومجرد النية لا يكفي، بل لا بد من وجود المؤهل العلمي الذي يعرفون به الحق من الباطل والخطأ من الصواب، حتى يعلم الناس الخير ويحذروهم من الشر. نعم.